Yeah. من جوا بولع بس بين بعض نختلف كان جواتب وعزيزي عن جديد عم ينحرق بلف بدور حوالين حالي يوميا بنخلق بتمنى يجي يوم في حاس حالي عم بنخلق عم بخترق أبعاد جديدة بتفكيري أنا مع تفكيك النظام بس مش تيقعد سلف الترسيتي رش كرافيتي دون كرافتة بوش حسبها ماكل عنا ما تتهنى بس تمنى بلش دورة مين يتبنى قمة الصبر إنك تدفن القهر عم بسبكن على الورقة ما يطلع بوشكن الضرب طول الفرد الكل على الأرض لك ما في بولد سرقونا واللي بيطلب بيوكو شوية جلد بين المزح والجد سكرونا بأهل الكهف بدهم يمشوك بالكف وتكمل عبيتك زحف الجرف بلا سقف ما في شرف نقي طرف صح غلط وقت مرق مخترب شعب انصرق العميل انكشف قام تخلى عن الدشداشة حط الاخلاق ع جنب وطلع على الشاشة الكلش ع كتفه كان عارضه للباع بده كل يلي من طايفته ينقسموا عن الجيش طلب من انسان على وشك ان ينطمر ناطر عملية انقاذ من سعودية او قطر الصديق بيضيق وخطر اذا عم تسمعوني عبر الامتيسي القصف غزير مثل المطر بالاول زبط وضعه لوقت ما دق بالوطن رفع سلاحه ع الجيش بهدق قطم لبل بهدق قضى على مسيرته مضى على وفاة سيرته الذاتية عطى ضوء اخضر للعناصر صرت صحصح له اذن لقط 17 كف كف لكل عسكري سقط للاسف زمط لبس فستان تهرب فات عصيدة عامل رجال طلع منه مرة وقت بصير كتير قليل بدور على التفاصيل في الكون مجرد صراصير بدكم تشوفونا مجانين سيطرت قوافي اتجاه لا اراضي مفاوضات على الفاضي شباب هون بس بدها بارتي جيش كبس فلان مات فلان حبس شرطي دبس خليك صامد داخل نفس تبلا بلدا ولا مشرد صرت تشوف اخوك رميك على الارض نازل فيك ضرب نتيجة اوامر الغرب اعلنوا الحرب واحد بياخذ مني رشوة التاني عامل فيها دغري قعدوني على الكرسي في عقلي عم بفك البرغي وين الضابط وين الشرطي هيو على الخط لقوا دمير مشاكله بيشكي